رغم وقوع قتلى بينهم، الأحوازيون يواصلون احتجاجاتهم والنظام يفشل بالإيقاع بين العرب والبختياريين. مئات القتلى والجرحى في صفوف الحوثيين، والجيش اليمني يتخطى رحبة ويتقدم نحو الصدارة الاستراتيجية. نترات أمونيوم مرفأ بيروت خزنها حزب الله لصالح النظام السوري بحسب لي فيغارو. واشنطن تدين خطة تركيا التوسعية وتهدد بإحالة ملف فاروج القبرصية لمجلس الأمن. كل عام وأنتم بخير، وأهلا بكم إلى هذه الساعة الإخبارية من الحدث. والبداية إيرانية. قتل 4 برصاص الأمن الإيراني في مدينة إذج التي انضمت إلى المدن الغاضبة ضد النظام الإيراني، وهتف فيها العشرات من المحتجين بشعارات الموت لخامنئي. بالتزامن شهدت شبكة الإنترنت في الأحواز ليلة أمس خللا وانقطاعات مع تصاعد حدة غضب الإيرانيين في إذج والصالحية جراء انقطاع مياه الشرب عن محافظة الأحواز. للحديث عن تطورات ما يحدث في الأحواز، معنا في الاستوديو الزميلة ميس الحربي. اتسعت خارطة الاحتجاجات ودخلت مدن جديدة بما فيها العاصمة طهران. تفضلي ميس. أكيد سعد، طبعا اليوم الأربعاء 21 من يوليو اتسعت بالفعل جغرافية مظاهرات الأحوازيين ضد النظام الإيراني، والتي انطلقت بسبب تجفيف مجرى الأنهار. فتيل الحراك اليوم يزداد اشتعالا بانضمام أهالي مدن إذج والصالحية وديسفول شمال شرق إقليم الأحواز إلى 13 مدينة المشتعلة جنوب غرب إيران. أمس سقط في إذج وحدها 4 قتلى برصاص قوات الأمن الإيرانية. قتل أيضا شاب آخر في الأحواز وهو حمزة فريسات، الذي نشاهد صورته في الأهواز أو الأحواز المدينة، ما يرفع عدد القتلى في المدن الثائرة خلال أقل من أسبوع إلى 8. وهناك أنباء عن مقتل ضابط شرطة من قوات الأمن الإيرانية في ميناء معشور جنوب الأحواز حسب ما أعلنت وكالة أنباء فارس. إذج جغرافيا لها أهمية قومية، إذ يحاول نظام طهران الإيقاع فيها بين العرب البختياريين اللور وأهاليها طبعا الذين انضموا لهذه الاحتجاجات ويؤيدون العرب، بل إن أهالي إذج رفعوا شعار الموت لخامنئي. إذج تقطنها أغلبية لورية باختيارية، وهذا يعتبر تطور مهم في الإقليم، لأن هناك دائما محاولات للإيقاع بين البختياريين والعرب وهم الأقلية في الإقليم مقابل الأغلبية العربية. الآن سأعرض عليكم مشاهد توثق ماذا حدث ليلة أمس في المدن المشتعلة من الأحوازيين. نتابع. أهالينا كلها سلمية، إيش ما عندهم؟ كامل سلمية، شوفوا مقطع كامل سلمي، ليش يطلقون علينا غاز مسيل للدموع؟ ليش يطلقون علينا رصاص حي؟ هاي أولادنا شوفوها. التظاهرات السلمية هاي أولادنا أولاد الخفايف بطلقات شوزني بشوزني، شوف ايش سووا بالشباب. أيضا مشهد شمال شرق إيران، فهي تشهد أيضا مظاهرة تضامنية مع انتفاضة العطش الأحوازية. وفي العاصمة طهران القوات الأمنية متأهبة منذ صباح اليوم الأربعاء في القسم الشمالي لساحة أزادي تحسبا لخروج مظاهرات تتضامن مع الأحوازيين. سعد، هنا المشهد حتى اللحظة.
نعم، وبدأت بعض التفاعلات حتى الدولية مع هذه التظاهرات. صحيح. وهذا هو اللافت. شكرا ميس الحربي. أشكرك. على كل هذه المعلومات. من بروكسل تنضم إلينا الباحثة في الشأن الإيراني منى السلاوي. مرحبا بك أستاذة منى إلى هذه النشرة. كيف تقرأين هذا التطور اللافت في الحركة الجغرافية امتداد هذه التظاهرات، وكذلك انضمام ربما قوميات كان النظام الإيراني يعمل على إيقاع الوقيعة بينهم وبين العرب الأحواز؟ تحياتي لك ورحمة لأرواح الشهداء لهذه الانتفاضة. أولا لازم نتكلم عن مدينة إيذج. في المظاهرات السابقة التي كانت مظاهرات عارمة في عام اللي انشهرت بين الإيرانيين بمظاهرات آبان، أيام اللي غلت أسعار البنزين، مدينة إيذج سقطت في يد المتظاهرين، واضطر النظام الإيراني أن يبعث إلى قوات دعم حتى يرجع النظام، يرجع المدينة ليد النظام. الشعب الإيراني ذهبوا إلى خارطة يبحثون أين هي مدينة إيذج، ولكن مدينة إيذج لها أهمية لأنه الحرس الثوري بسبب صناعته للسدود أدي إلى تدمير عشرات من القرى، لذلك تقريبا هجر 10,000 مواطن في مناطق الشمالية للمحافظة للإقليم اللي هما من إقليم لورستان وشارمهال البختياري، ذهبوا إلى مدينة إيذج. يعني الآن إيذج مدينة استوطنها الأشخاص الذين نزحوا لأن قراهم غرقت في مياه السدود التي بنتها حرس الثوري. يعني هؤلاء الأشخاص لديهم نغمة على السياسات المائية التي سببها حرس الثوري. حتى المظاهرات في الأهواز ليست فقط مظاهرات من أجل كاس ماء، هي مظاهرات من أجل رجوع حقهم في المياه، يعني من أجل أن يرجع يثور الأنهار في الأهواز، مرة يرجع الأهوار إلى حال لها الطبيعي، لأنه ليست قضية أن حرس الثوري والجيش بيّنوا أنهم يرسلون سيارات المياه الشرب على القرى. ليست قضية الآن الشعب هناك بالفعل مياه الشرب، بل هناك تدمير لبيئتهم، تدمير لطريقة حياتهم، زراعتهم، حيواناتهم، المواشي التي يعتمدون على هذه المياه التي تم نقلها إلى مشاريع خاصة للحرس الثوري في مدن المركزية، منها مثلا مشاريع الأشمنت، مشاريع مثلا الفولاذ التي تديرها الحرس الثوري، مشاريع الزراعة التي تديرها الحرس الثوري. إنها ثورة ضد السياسات الحرس الثوري أكثر منها أن ممكن أحد يظن الآن نحن في أزمة مائية هناك بعد الجفاف. ليست وهنا السؤال أستاذة منى، ما هو مستقبل هذه الاحتجاجات التي حتى الآن لا تنضوي تحت لافتة، بمعنى لافتة سياسية أو تنظيم؟ هل ستكون فئوية ظرفية ربما تنقضي، أم أنها يمكن أن تتطور إلى أبعاد سياسية؟ منها يقول من حسن حظنا لا يوجد هناك قاسم سليماني اليوم، ممكن كان لجلب زعرانه من الميليشيات من مناطق أخرى لتدمير هذه المظاهرات السلمية، لذلك إيران في موقف أضعف ما كانت في مظاهرات أيام الغلاء البنزين وحتى بأيام الفيضانات. ونتأمل، يعني الآن شفت الأحزاب السياسية الكردية أيضا أصدرت بيانات وطلبت دعم شعبي لعرب الأهواز. أرى كمان هناك بعض من الكتابات على الجدران في إقليم أذربيجان باللغة العربية يكتبون أذربيجان معكم، نتمنى أن تستمر هذه المظاهرات السلمية، مع أنه أخبار أنه قتل شرطي مع عناصر الشرطة ممكن تكون لعبة من إيران أن يتهموا المظاهرين أنهم الآن حملوا سلاح حتى يقومون ببطشهم بطريقة أشد، ولكن نتأمل أن ينضم كل المدن إلى هذه الإقليم، وإن شاء الله يكون نهاية هذا النظام قريبا. أستاذة منى، هل ستصمت هذه الاحتجاجات أمام المقاربة الأمنية الواضحة التي يستخدمها النظام الإيراني؟ نقرأ الآن وأنت معنا هذا العاجل الأمني يشن حملة اعتقالات واسعة النطاق في الأحواز. يعني إيران لا تتخوف من هذا الأمر، ولنرى أنهم كم مستعدين أن يجازفوا وهم في خضم المفاوضات النووية، والآن رئيس جمهور جديد قادم إلى السلطة، هو واجبه أن يخمد جميع المظاهرات لأنه لديه جميع الاعتراضات، لأنه لديه هو تاريخ سيء جدا في قتل المعارضين. يعني ليست وضع سهل للشعب الإيراني، ولكن إذا يكون هناك بعض من الدعم من المجتمع الدولي ممكن أن نرى أمل في هذه المظاهرات. نعم، بالرجوع إلى أسباب هذه الاحتجاجات والتظاهرات الواسعة، مسألة شح المياه، النظام الإيراني
يتعذر بأن هذه مشكلة عامة لديها علاقة بالجفاف وارتفاع درجة الحرارة، وبالتالي هو يعمد لمعالجتها وليس منطقة الأحواز استثناء في ذلك؟ إلى أي مدى ذلك صحيح وفق رأيك؟ يعني إذا كانت كذلك الآن لم كنا نرى أن المزارع الإصفهاني يستمر في زراعة الرز في محافظة جافة جدا. في عندنا نحن مدن أكثر جفافا في إيران ليست لديها مشكلة ماء، منها مدينة قم للمولالي لديهم فلل فيها مسابع، الماء انتقل من هذا الإقليم إلى هناك. في عندك إصفهان الآن النهر التي في العادة بالصيف جافة في تاريخ إيران الآن مليئة في الماء، من أين جاء هذا الماء؟ ليس لديهم مشكلة مياه الشرب. كما أنه نحن العام الماضي كان لدينا فيضانات، يعني أنتم غطيتوا الأخبار، إذا كان هناك بفترة الشتاء قالوا السدود مليانة لذلك اضطرينا نفتح أبواب السدود، لذلك غرق الأراضي الزراعية قبل الحصاد بكم يوم. إذا كان بالفعل هناك فيضانات وإذا كان بالفعل هناك مزيد من المياه، الآن أين ذهبت تلك المياه؟ لماذا الآن ليس لدينا المياه؟ نعم، كيف قرأت بداية بعض التفاعلات الدولية؟ سيناتور أمريكي بدأ يغرض وبعض الأطراف الدولية بدأت تؤيد هذه التظاهرات وتؤيد الحق وتتحدث عن قمع النظام الإيراني. يعني مع الأسف أرى أنا موجودة في أوروبا حتى الآن أرى السكوت أوروبي مخجل كالعادة في هذه المظاهرات، حتى الديمقراطيين على ما يبدو ينتظرون أو يتأملون أن تخف هذه الاعتراضات، أو حتى ممكن اللوبي الإيراني يريد أن يبين لهم بالفعل أنها مشكلة دولية قضية الجفاف وارتفاع الحرارة. في حال أنه لازم نقول أنه المشكلة الأساسية ليست الجفاف بل كيف كيفية إدارة المياه. نحن في عنا في خليج في عنا دول ليست لديها أي أنهر ولكن الشعب لا يعاني، معناته هناك للحكام في طريقة لإدارة المياه. فلذلك يعني مع الأسف الشديد نرى أنه ما زال الغربيين متأملون أن يستمروا في سياسة الاحتواء مع إيران لأنها ليست دولة طبيعية. من بروكسل كانت معنا الباحثة في الشأن الإيراني منى السلاوي، شكرا جزيلا لك. إلى اليمن، حيث المعارك المحتدمة منذ أكثر من أسبوع جنوب محافظة مأرب كبدت الميليشيات الحوثية مئات القتلى والجرحى بحسب ما نقلت صحيفة الشرق الأوسط عن مصادر عسكرية يمنية. وواصلت قوات الجيش التقدم وتخطت مديرية رحبة التي انتزعتها قبل أيام من الميليشيات لتتقدم نحو منطقة الصدرة التي تضم طريقا استراتيجيا يربط بين مديريات حريب والجوبة وجبل مراد ورحبة في مأرب وبين مديريتي ولد ربيع والقريشية في محافظة البيضاء، ما دفع الميليشيات للاستنفار بعد خسارة مناطق واسعة خلال المعارك. وكشفت مصادر محلية للصحيفة عن أن الميليشيات دفعت بالمئات من عناصرها لاستعادة ما خسرته، غير أن كل الهجمات التي نفذتها تم كسرها من قوات الجيش، في حين استهدف طيران تحالف دعم الشرعية آليات الميليشيا وتعزيزاتها المتجهة إلى الخطوط الأمامية. من محافظة حجة ينضم إلينا موفد الحدث عبد المحسن الحربي، مرحبا بك عبد المحسن، والكلمة لك لنعرف من تفاصيل هذه التطورات الميدانية العسكرية خاصة في جبهة مأرب. نعم سعد، بالفعل وفي الحقيقة أن ميليشيا الحوثي تتكبد خسائر كبيرة في كافة الجبهات في محافظة مأرب، تحدثنا عن الشمالية وحتى الغربية في صرواح وتلك المناطق، وأيضا الجنوبية التي بدأت قوات الجيش مدعومة بالقبائل بتحقيق تقدمات مهمة جدا خلال الأسبوع الماضي بتحرير مديرية رحبة والتوجه حاليا إلى مديرية الماهلية، ومن ثم الاتجاه إلى منطقة استراتيجية تحدثت عنها سعد في الخبر، وهي الأنظار تتجه إلى هذه المنطقة وهي منطقة الصدارة التي يتواجد بها مفرق للطرق استراتيجي يربط بين أربع مديريات تقريبا من محافظة مأرب ومديريتين من محافظة البيضاء التي تقع على الحدود بين هاتين المنطقتين. ميليشيا الحوثي تحاول ألا تخسر هذه المنطقة بعد أن خسرت الكثير من
ومواقع. خلال الساعات الماضية تم خسارة خلال تقدمات خسرت ميليشيا الحوثي ما يقارب 6 مناطق في مديرية الماهلية بين مديريتي رحبة والماهلية في التقدمات التي تحققها الجيش الوطني والمقاومة مسنودا بتحالف دعم الشرعية. في الحقيقة التعزيزات الحوثية التي من المتوقع بحسب المصادر أن تأتي من صنعاء ومن دمار يتم استهدافها وهي في طريقها إلى تلك المناطق، تم استهدافها من قبل طيران تحالف دعم الشرعية لإعاقة أي تقدمات. في المقابل ميليشيا الحوثي تعاملت مع هذه التقدمات من خلال إرسال طائرات مسيرة وصواريخ باليستية. صباح الأمس في أولى ساعات عيد الأضحى المبارك تم استهداف مدرسة في إحدى المديريات، تحديدا في محافظة في مديرية مراد. هذه المدرسة مدرسة الثورة تم استهدافها بصاروخ باليستي، ولكن لحسن الحظ وحتى اللحظة لم يتم تسجيل أي إصابات أو وفيات، ما دفع هذه الميليشيا إلى استخدام أيضا الأساليب الأخرى. أيضا نتحدث عن حديث للجيش الوطني حيث تحدث عن مديرية الرحبة تحديدا، نعم، من خلال العمليات الواسعة التي من خلالها تم تحريرها. هنالك ألغام كبيرة جدا تهدد المدنيين في هذه المنطقة، سواء كان العشوائية أو حتى المنتظمة التي تم زراعتها بالقرب، ما يجعل من الفرق الهندسية تعمل على إزالتها بشكل عاجل قبل وقوع أحد المدنيين بالإصابات. أيضا في صرواح نتحدث عن استهداف مهم جدا تم خلال الساعات الماضية من خلال استهداف المدفعية لمركز اتصالات لميليشيا الحوثي، كانت تستخدمه لاستخدام الطائرات المسيرة، توجيهها وإطلاقها. وكذلك هذا المركز الذي من خلاله بحسب مصادر تم استهداف عدد من الأهداف المدنية في داخل مدينة مأرب، تم استهدافه يوم الأمس بالمدفعية وسقط عدد من القتلى والجرحى لميليشيا الحوثي. الحقيقة الخسائر كبيرة جدا للميليشيات خلال الساعات الماضية والأيام الماضية. الأنظار كما قلت ساعات تتجه إلى هذه المنطقة الاستراتيجية وهي منطقة الصدارة، فيما إذا استطاع الجيش الوطني مدعوما بالمقاومة ومسنودا بتحالف دعم الشرعية من تحرير هذه المنطقة، فسيكون تقدم أيضا استراتيجي ومهم بعد التقدمات التي تم تحقيقها خلال الأيام الماضية. سعد عبد المحسن الحربي موفد الحدث إلى حجة، شكرا جزيلا على كل هذه المعلومات. وإلى صنعاء، حيث أعلن موظف هيئة مستشفى الثورة العام كبرى المستشفيات اليمنية إضرابهم جزئيا للمرة الثالثة على التوالي خلال 6 أسابيع للمطالبة بحقوقهم المنهوبة من قبل عناصر ميليشيات الحوثي. صحيفة الشرق الأوسط أكدت أن الأطباء والعاملين في المستشفى نفذوا خلال الأيام الماضية وقفتين احتياجياتين وإضرابا جزئيا عن العمل، مشيرة إلى أن الموظفين يشكون من فساد وقمع القيادي الحوثي المدعو عبد الملك جحاف والمنتحل لصفة مدير المستشفى. المصادر أكدت أن الموظفين تظاهروا مؤخرا أمام بوابات المستشفى لتجديد مطالب المحتجين بوقف سرقة النسب المخصصة لهم من عوائد المرفق الطبي. الموظفون جددوا كذلك التأكيد على مضيهم في الإضرابات الجزئية على مستوى الأقسام والإدارات وصولا إلى إيقاف العمل في الهيئة بشكل كامل حتى تستجيب الميليشيات لمطالبهم وتوقف انتهاكاتها كافة بحقهم. نشرتنا مستمرة وفيها بعد الفاصل. الرئيس التونسي يقول للحدث إن تجميع التونسيين يوم عيد الأضحى لتلقي اللقاح
جريمة وراءها غايات سياسية. تتغير المعطيات فتختلف النتائج، نصبح على حدث ونمسي على آخر. ما يهمنا أن نبقى نقطة تواصلك مع الأحداث 24 ساعة، من مكان الحدث، من قلب الحدث، بالدقة والتفاصيل التي تهمك، حتى تقوم بالقرار السليم. عليك أن تحصل على المعلومات الصحيحة. الحدث. أهلا بكم من جديد إلى العراق، حيث اتهم زعيم ميليشيا عصائب أهل الحق قيس الخزعلي الحكومة بالسعي لتزوير الانتخابات من خلال ما قال إنه الزج بجهاز المخابرات في عمل المفوضية العليا المستقلة للانتخابات. الخزعلي دعا أعضاء البرلمان لاستجواب الحكومة ورئيسها بسبب تحويل جهاز المخابرات لجهاز لجمع المعلومات عما وصفها بأنها فصائل المقاومة وممارسة الابتزاز السياسي على حد تعبيره. إذن لم يهدد التفجير الانتحاري بمدينة الصدر أمن العراقيين فقط، بل هو رسالة تهديد سياسية أيضا. قبيل الانتخابات المرتقبة في أكتوبر المقبل بنظر العديد من المراقبين، لكن هناك إصرار من الحكومة والقوى السياسية وحتى الميليشيات على إجراء الانتخابات في موعدها. الحكومة ترى في تحقيق الاستحقاق الانتخابي في موعده تنفيذا للوعود التي قطعتها ودليلا على سيطرتها على الملفين الأمني والسياسي. أما الميليشيات فتنظر للانتخابات كفرصة أولا لزيادة نفوذها، وثانيا لإنهاء ولاية الكاظمي الذي يقف لها ولسلاحها المنفلت بالمرصاد. في المقابل هناك دعوات من قبل البعض بضرورة تأجيل الانتخابات، بينما يذهب تيار كبير منهم من الحراك إلى خيار المقاطعة. دعوات التأجيل تأتي بهدف تهيئة أجواء أكثر أمانا، ربما تفوت الفرصة على الميليشيات لتحقيق أهدافها في الانتخابات وتغير إلى حد ما موازين القوى في البرلمان. أما المقاطعون فيحاولون توصيل رسالة احتجاج لعدم وجود من يمثلهم في تلك الانتخابات نتيجة إرهاب الميليشيات. فالتهديد بالتفجيرات واستهداف الناشطين ومحاولات استعراض القوة ما هي إلا محاولة لفرض وجودهم قبل وبعد الانتخابات بنظر الحراك طبعا. وعليه يؤكد المراقبون أن انتخابات أكتوبر ستكون الأكثر تعقيدا، كما أن نتائجها أيا كانت ستضع العراق أمام خيارين كلاهما مر، إما تحقيق نفوذ وسلطة أكبر للميليشيات أو سحب البساط من تحت أقدامهم، ما قد يزج بالبلاد إلى دوامة العنف والانتقام.
في الملف اللبناني، مدد الرئيس الأمريكي جو بايدن حالة الطوارئ الوطنية فيما يتعلق بلبنان لمدة عام، وذلك بسبب استمرار الأنشطة المهددة لأمن أمريكا القومي. شدد البيت الأبيض على أن عمليات نقل الأسلحة المتطورة إلى ميليشيا حزب الله تشكل تهديدا غير عادي للأمن القومي وسياسة واشنطن الخارجية. البيت الأبيض وفي بيان رسمي حول دعم النظام الإيراني للميليشيا في لبنان رأى أيضا أن تزايد تلك العمليات يقوض السيادة اللبنانية ويساهم في عدم استقرارها السياسي والاقتصادي والمنطقة برمتها. ويأتي بيان البيت الأبيض عقب ساعات من تأكيد رئيس أركان الجيش الإسرائيلي أفيف كوخافي أن بلاده سترد على أي خرق لسيادتها يأتي من لبنان. وأوضح المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أن كلام كوخافي أتى خلال حضوره ندوة لتلخيص سلسلة تدريبات للقوات البرية لفحص جهوزيتها للحرب على لبنان. مساعد وزير الخارجية الأمريكية بالإنابة لشؤون الشرق الأدنى جو هيود، وفي مقابلة مع قناة الحرة، حث القادة السياسيين اللبنانيين على تشكيل حكومة قادرة وراغبة في تنفيذ الإصلاحات، مؤكدا أن بلاده تعمل على جمع الجهود الدولية في تحالف يهدف إلى الضغط على الحكومة اللبنانية. هود أسف أن تكون القيادات السياسية قد فوتت الأشهر التسعة الماضية من دون تشكيل حكومة، معتبرا أن لا وقت أفضل من اليوم لتشكيلها واتخاذ القرارات المناسبة والبدء بالإصلاحات. وأكد استمرار واشنطن بالاعتناء بالشعب اللبناني من خلال توفير المساعدات الإنسانية له، مشددا على أن بلاده لا تدعم شخصا معينا لتشكيل الحكومة ولا تدعم حكومة عسكرية يتطلب تشكيلها تعديلا دستوريا. وأكد أن أمريكا تساعد الجيش اللبناني منذ وقت طويل، معتبرا أن المؤسسة العسكرية قادرة على العمل على المستوى الوطني بشكل مؤثر ولا يمكنها الفشل. كشفت صحيفة لوفيغارو الفرنسية أن ميليشيا حزب الله خزنت سرا نترات الأمونيوم في مرفأ بيروت لصالح نظام البعث في سوريا. الصحيفة الفرنسية وتحت عنوان التمرين الصعب لفرنسا في لبنان نشرت تحقيقا أكد توفير فرنسا وأمريكا احتياجات الجيش اللبناني باعتباره المؤسسة الأخيرة القادرة على منع سقوط البلاد في الفوضى. وكحل للأزمة على المدى المتوسط، شدد التحقيق على ضرورة إجراء انتخابات نيابية شفافة. أما الحل الطويل للأمد فأكد التحقيق أن كافة الخيارات مطروحة، ومن بينها تفعيل الفصل 13 من ميثاق الأمم المتحدة بفرض وصاية دولية على لبنان. من مدينة كاليه شمال فرنسا ينضم إلينا مراسل الحدث حسين قنيبر. مرحبا بك حسين، وبداية نبدأ معك بالملف الذي تحضره جغرافيا الآن حول هذه المسألة واستغلال المهربين للمهاجرين، ويعني هذا التحدي الجديد للأوروبيين. نعم، في الواقع يعني سعد الدين، ما يجري هنا هو أن المهربين باتوا يعتمدون أسلوب تهريب اللاجئين عبر زوارق خفيفة صغيرة يصعب رصدها ليلا، وذلك بعد أن أدى التنسيق الأمني البريطاني الفرنسي إلى التقليل من عدد الذين يعبرون من خلال شاحنات يصعدون إليها خلسة من دون علم سائقيها بالضرورة. يصعدون على متن هذه الشاحنات التي تنقل إلى عبارات تعبر من الجانب البحري الفرنسي هنا في كاليه حيث أنا موجود نحو الجانب البريطاني أي دوفر، بعد أن يعني فشل هذا الأسلوب في إيصال لاجئين إلى بريطانيا. تعتمد الآن أساليب أخرى من بينها اعتماد هذه الزوارق الصغيرة، وقد وصل إلى بريطانيا حوالي 2000 لاجئ الشهر الماضي فقط، ليرتفع بذلك عدد اللاجئين الذين تمكنوا من مغادرة فرنسا إلى بريطانيا منذ مطلع العام إلى حوالي 6000 لاجئ، ما دفع بريطانيا مؤخرا إلى تبني مشروع قانون يعاقب بسجن 4 سنوات بدلا من 6 أشهر كل لاجئ يدخل إلى بريطانيا بصورة غير شرعية. ومع ذلك قيل لنا هنا من قبل لاجئين أنهم مستعدون للتضحية أو للمخاطرة بحريتهم وحتى بحياتهم من أجل الوصول إلى ما يسمونه الحلم البريطاني. نعم، شكرا حسين. وطبعا الملف ملفك، من الغرض الأساسي من المقابلة حول التحقيق الذي أجرته صحيفة لفيغارو حول مسألة لبنان والاختبار الصعب، كيف تبدو المقاربة الفرنسية الآن في التعاطي مع المشهد في لبنان؟
المقاربة الفرنسية تقوم على التالي: لن تكون هناك أي مساعدات دولية اقتصادية أو مالية للبنان من دون القيام بالإصلاحات التي تتطلبها المرحلة، وهذا يفرض الانتقال فورا نحو مشاورات نيابية تؤدي إلى تكليف رئيس وزراء جديد، بعد أن أخذنا علما، تقول الخارجية الفرنسية، باعتذار سعد الحريري عن تشكيل حكومة جديدة. المطلوب مشاورات نيابية فورية تؤدي إلى تكليف جديد و أن تقوم حكومة تعنى بمسألتين اثنتين: الأولى المباشرة بالإصلاحات المطلوبة من الأسرة الدولية، والثانية احترام الجدول الزمني للاستحقاقات النيابية العام المقبل. هذه الانتخابات يجب أن تكون شفافة ومحايدة، مع تركيز فرنسا على أنها ستطلق مؤتمرا دوليا جديدا في الرابع من الشهر المقبل بمبادرة من الرئيس ماكرون وبدعم من الأمم المتحدة للاستجابة للحاجات الملحة للشعب اللبناني الذي يعيش أزمة اقتصادية واجتماعية غير مسبوقة كما يأتي في البيانات الفرنسية الرسمية، مع إشارة سعد الدين إلى أن الرئيس ماكرون وفي إجابة له على سؤال للحدث الشهر الماضي كان لمح إلى أن نظاما ماليا خاصا، نظام تمويل خاص قد ينشأ فيما يتعلق بلبنان تحت إشراف الأسرة الدولية لتمويل الاحتياجات الضرورية في حال واصلت الحكومة اللبنانية، حكومة تصريف الأعمال، هذا الغياب، وفي حال واصل المسؤولون اللبنانيون سياسة عدم الالتزام بتعهداتهم فيما يتعلق بإصلاحات مطلوبة. إذن فرنسا ستشجع الأوروبيين وشركائها الدوليين على اعتماد نظام تمويل خاص تحت إشراف الأسرة الدولية لتمويل الاحتياجات الأساسية، توقعاً لوصول يوم في لبنان يصعب بعده يعني تأمين الاحتياجات الأساسية من كهرباء بات تقنينها يتصاعد يوما بعد يوم، والوقود الذي بات مفقودا يوما بعد يوم، وربما الانترنت قد يتعرض لمشكلات جدية في الأيام المقبلة. في حال الوصول إلى هذا الوضع المعقد، فرنسا ستقوم بالتنسيق مع شركائها الإقليميين والدوليين بضمان نظام تمويل خاص كي لا تنهار الخدمات الأساسية، كما قال الرئيس ماكرون في جوابه على سؤال للحدث الشهر الماضي حول لبنان. من مدينة كالي شمال فرنسا، شكرا كثيرا على كل هذه الإيضاحات، مراسل الحدث حسين قنابر. نشرتنا مستمرة وفيها بعد الفاصل: باريس تحذر أنقرة من الاستفزازات بشأن قبرص. شريان الحياة لمئات الملايين، له قصص وحكايات وقامت على ضفافه أقدم الحضارات. أنا بتضرر ضرر شديد جدا، أنا بفقد حقي كله. لماذا يتغير اليوم ويهدد الحياة التي أعطاها؟ وأين بدأت نقطة التحول في سلوك هذا النهر العظيم؟ كل نقطة مية على حساب روح مصري، سواء كان في الأكل أو في الشرب. تحقيق خاص من مصر والسودان عن الخسائر التي سيسببها سد النهضة الإثيوبي. سنحاول في هذه المساحة أن نسأل العديد من الأسئلة المرتبطة بقيام سد النهضة. مهمة خاصة، السبت 9:30 على الشاشة العربية. سنوات كانت حافلة بالأحداث غير المتوقعة. تعلمنا أنه لا يمكن التكهن بأي شيء. مستقبل مبهم وغامض وأسئلة جديدة كل يوم. أكثر الأخبار تعقيداً تصبح مفهومة عندما تحلل وتقرأ بالطريقة الصحيحة وبالاستعانة بالخبراء والمختصين. مهمتنا أن نحاول جعل المشهد أكثر فهماً. استوديو الحدث يومياً 9:00 بتوقيت غرينتش على شاشة الحدث.
أهلا بكم من جديد. في تصريحات خاصة بالحدث قال الرئيس التونسي قيس السعيد أن عملية تجميع التونسيين يوم عيد الأضحى لتلقي اللقاحات جريمة وراءها غايات سياسية، وأن إدارة الصحة العسكرية ستتولى إدارة الأزمة الصحية في البلاد. فما ناس تبحث عن الضحايا، الهدف بتاعهم هو الضحايا مش الأضاحي، لأن العملية مدبرة من قبل الأشخاص النافذين داخل المنظومة السياسية. برا الهدف ليس التلقيح، ولكن الهدف هو العدوى وليس التلقيح. أكلاح فارغ كيفاش عيطولهم البارح في نفس التوقيت؟ برا فما من كان وراء هذه العملية لترتيب أوضاع سياسية؟ وتلاحظون اليوم لا وجود لأحد. يوم عيد الأضحى طول استفرق تماما في الصباح. كيف تم تجميع كل هؤلاء الأشخاص وحتى الأعمار 18 سنة؟ من دبر حتى التفاصيل ليحصل التدافع وليحصل التجمعات بالنسبة إلى السكان أو بالنسبة لمن جاءوا إلى التلقيح ثم لم يلقحوا؟ كأن الهدف هو انتشار العدوى. هذه العدوى الجائحة السياسية في تونس أكثر من الجائحة المتعلقة بالكورونا. سيد الرئيس، بعد فشل المنظومة الصحية المدنية لاعتبارات سياسية، الإدارة الصحية العسكرية ستتولى توزيع الصمت البلاد إلى أقاليم، خطواتكم المستقبلية بعد هذه التطورات وما حدث يوم أمس واليوم المواطنون حائرون؟ بالنسبة إلى إدارة العملية تم وضعها تحت الإدارة العامة للصحة العسكرية بما في ذلك المعدات، وسيوضع نظام قانوني لهذه المعدات التي أتت من كل البلدان، وأقول أتت تداعوا بأنفسهم، لم أطلب منهم ذلك، ولكن حتى يكون الوضع واضح قالوا نمكن رئيس الجمهورية. الأمر لا يتعلق برئيس الجمهورية ولا يتعلق بحسابات سياسية، قالوا نمكن رئيس الجمهورية، وتم تقريبا تنظيم جسور جوية في البرية بحرية وجوية وما زالت إلى اليوم. مرة بالنسبة إلى المعدات، وإن شاء الله توضع تحت أشراف المؤسسة العسكرية، ثم العسكريون يتحولون إلى المناطق يعني النائية، هذا فضلا عن الإطار الطبي وشبه الطبي بالنسبة إلى المستشفيات العمومية. ولكن لماذا تم تجميعهم يوم أمس؟ كيف تجمعوا؟ من ناداهم؟ لماذا وقع الذي وقع يوم أمس؟ جريمة في حق تونس. تونسيا أيضا وجه القيادي بالتيار الديمقراطي في تونس هشام العجبوني انتقادات لاذعة للسياسة التي ينتهجها رئيس الحكومة هشام المشيشي، وقال العجبوني إن الأساليب التي ينتهجها المشيشي لم تعد تنطلي على أحد، وذلك على خلفية قرار إقالة وزير الصحة فوزي المهدي من مهامه. وأكد العجبوني في تدوينة نشرها على حسابه في فيسبوك أن المشيشي أراد تقديم وزير الصحة ككبش فداء للتغطية على فشله الذريع في إدارة الأزمة الوبائية منذ منحه الثقة على حد تعبيره. وكان رئيس الحكومة التونسية هشام المشيشي قد أقال وزير الصحة فوزي المهدي على خلفية التدافع الذي حصل في مراكز التطعيم ضد كورونا وبعد فشله في إدارة أزمة الوباء في البلاد.
من العاصمة التونسية ينضم إلينا المحلل السياسي خليل الرقيق. مرحبا بك أستاذ خليل. بين الإقالة والإحالة، إقالة وزير الصحة وإحالة ملف كورونا برمته إلى الجيش أو إلى الهيئة العسكرية الصحية، هل ذلك سينهي هذه الأزمة التي يتحدث بعض التونسيين عن أنها تحولت إلى كارثة صحية؟ فعلا هناك كارثة صحية، ولكن هناك وجهان للسؤال. السؤال الأول الإقالة، يعني لم يتفاجأ أي تونسي بإقالة وزير الصحة الذي منذ 3 أسابيع وأوساط في حركة النهضة وأوساط داخل الحكومة تتحدث عن تعويضه، إنما وقع تحميل هذا الوزير وزراء خلل وظيفي في حكومة كاملة اختارت أيام العيد لتدفع نحو الفوضى، ربما بهدف إيجاد تغييرات داخل هذه الحكومة التي لم يبقى منها شيء. بمعنى أننا نجمع مواطنين خائفين من الكوفيد، نجمع شباب يعني في حالة فزع قصوى من استشراء العدوى في يوم واحد، دون تنظيم الفضاءات، دون أعداد الموارد البشرية الكافية، دون أعداد الإطارات التي تنظم، دون أعداد الجهات الأمنية التي تسهر على الانضباط وعلى احترام يعني المواقيت وغير ذلك. معنى ذلك أنه وقع الدفع بكارثة في البلاد. كانت الحكومة تعتقد أنها الآن تساوم ببعض الأشخاص لضخ روح جديدة داخلها، أو ربما للدفع بلاعبين جدد وقع الحديث عنهم في الحقيقة رموز نهضوية سابقة مسكت بوزارة الصحة، ولكن الذي وقع أن كل شيء عاد على هذه الحكومة. اليوم بتصريح رئيس الجمهورية لقناة العربية فهمنا شيئا ما، أن جزءا من شرعية التسيير والإدارة في السلطة التونسية قد تحول مباشرة إلى المؤسسة العسكرية، يعني أن المؤسسة العسكرية الآن ستشرف على إنقاذ التونسيين، ستشرف على تنظيم التلقيح، ستشرف على تنظيم فضاءات التلقيح. بمعنى أننا اليوم أمام حكومة مدنية عاجزة عن القيام بمهامها. هل هذه الخطوة مدعومة دستوريا ومن صلاحيات الرئيس أن يحيل أمر تنفيذي؟ سؤالك هام جدا، هذه فعلا سؤالك مهم جدا. هذه الخطوة تقع تحت طائلة الاستثناء وليس تحت طائلة العادي، بمعنى أن الرئيس بدأ يفعل الفصل 80 الخاص بالخطر الداهم واستحال ممارسة السلطة واستحالة استقرار الدولة. وبذلك اليوم نجد هذا في الجانب الصحي، بمعنى أننا سنجد العسكر موجود في الفضاءات التي تقدم الخدمات الصحية، وربما في يوم آخر سنجد العسكر في فضاءات أخرى عجزت فيها الدولة. نحن نتحدث الآن عن حكومة أصبحت كلها بالنيابة. لنتحدث يعني لنتصور ذلك، حكومة فيها وزارة عدل بالنيابة، فيها وزارة داخلية بالنيابة، فيها وزارة صحة بالنيابة، ووزارات أخرى تقريبا 9 وزارات بالنيابة، يعني كل المرافق الحيوية التونسية أصبحت تدار بالنيابة. يعني أن الأزمة السياسية قد وصلت إلى أقصاها، وأن حديث اليوم لرئيس الجمهورية له ما بعده، بمعنى اليوم بدأ التأشير للعمل بإجراءات غير الإجراءات المعمول بها دستوريا وحكوميا، وهذا كافي لنفهم أن تونس قد تدخل في طور جديد مستقبلا. نعم. وقد تدخل في طور نتمنى أن لا يكون خطيرا، بمعنى أن الوضع الذي لدينا سيؤدي إلى أحد شيئين، إما الاتفاق حول حكومة جديدة مع رئيس الجمهورية وبالتالي ترميم المنظومة بلاعب جدد وهذا يعد له منذ مدة، أو فتح المجال للفوضى الشاملة والعارمة التي لن تؤدي إلا إلى مزيد الخراب، وربما ستؤدي حتى إلى حلول سياسية لا يرغبها التونسيون. هناك نقمة متصاعدة. نعم. في الشارع، هناك دعوات في بعض الأحيان غامضة المصدر للنزول إلى الشارع وإنهاء شأن السلطة، ولكن الأرجح هنا أن هناك محاولة من بيت الحكم نفسه، من بيت حركة النهضة والحزام الحكومي لتأزيم الأمور وصولا إلى تركيز سلطة بلاعبين جدد إن شأنا، يعني تحميل وزر المرحلة السابقة لبعض الشخصيات ومنها رشد الغنوشي نفسه، والدفع بشخصيات جديدة لي يعني نفخ الروح في هذه المنظومة وعدم إزالتها. نعم، يعني نعود إلى ما يهم الناس في هذه الأزمة الصحية الكبيرة التي نشهد فيها صراع سياسي. إحالة الملف إدارة أزمة كورونا إلى الهيئة الصحية العسكرية، هل يعتبر ميزة إضافية؟ ماذا تمتلك هذه الهيئة؟ هل سيضيف سيقلل ربما من الوضع ومن تدهوره؟ بالتأكيد، يعني نعرف دور الجيش في تونس ودور الجيش في مختلف الدول الوطنية هو الحلول
محل الأجهزة الحكومية عند عزها، بمعنى الجيش التونسي له درجة عالية من الانضباط، له تمرس كبير في العمل التنموي في الصحراء التونسية وفي كل تاريخ تونس، له تمرس أيضا في ممارسة الواجب دون تحفظ ودون حسابات سياسية. الجيش التونسي أعتقد أنه سينجح في إدارة على الأقل شأن إنقاذ المواطنين بما يمتلكه من خبرات صحية، بما يمتلكه أيضا من انضباط عالي وولاء للدولة يجعله بعيدا وبمنأى عن كل التجاذبات والمناكفات السياسية التي سئمتها تونس الآن. دخول الجيش على الخط هو في مصلحة المواطنين على الأقل في الجانب الصحي، ويجب أن يتوقف ذلك على الجانب الصحي، لأننا بدأنا نرى مؤشرات لتجاوز هذا الدور للجانب الصحي. من العاصمة التونسية شكرا كثيرا المحلل السياسي خليل الرقيق. هددت واشنطن بإحالة ملف مدينة فاروش القبرصية إلى مجلس الأمن الدولي بعد أن أعلن الرئيس التركي رجب طيب إردوغان والزعيم القبرصي التركي إرسين تتار بنقل السيطرة عليها إلى القبارصة. وأدان وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين الخطة التوسعية بنقل السيطرة على المدينة التي تشكل رمزا لتقسيم قبرص القبارصة الأتراك. وأكد بلينكين في بيان أن ما حدث يعد مخالفة لقرارات مجلس الأمن الدولي. إذن على مدى عقود حولت تركيا مدينة فاروش القبرصية من وجهة سياحية خلابة إلى مدينة مهجورة يحاصرها الجيش التركي. بدأت أزمة فاروشة في عام 1974 حين حدث تقسيم قبرص عقب غزو الجيش التركي لثلثها الشمالي، لتتحول فاروشة إلى منطقة عسكرية مطوقة بالأسلاك الشائكة وتقع تحت سيطرة المباشرة للجيش التركي. طوال تلك السنوات ظلت المدينة ورقة تفاوض بين القبارصة اليونانيين والقبارصة الأتراك قبل أن تتوقف المفاوضات بين الطرفين في عام 2017. وفي أكتوبر من العام 2020 أعلن القبارصة الأتراك بدعم من الرئيس التركي افتتاح شاطئ فاروشة، وبدأوا في اتخاذ إجراءات لتنفيذ هذا القرار متجاهلين دعوات المجتمع الدولي ومجلس الأمن للتراجع عن خطواتهم الأحادية الجانب، قبل أن يعلن زعيم القبارصة الأتراك أرسين تتار وأردوغان رسميا بدء المرحلة الثانية من خطة توسيع فاروشة واستئناف الحياة بها، إجراء يمثل خطا أحمر بالنسبة للسلطات القبرصية اليونية التي اعتبرتها انتهاكا صارخا لقرارات مجلس الأمن ومبادئ الاتحاد الأوروبي الرافدة لحل الدولتين لتسوية الملف القبرصي، وكذلك واشنطن التي تؤيد تسوية شاملة يقودها القبارصة لإعادة توحيد الجزيرة. في المقابل وخلال زيارته للشطر الشمالي من قبرص في الذكرى 47 للاتحاد التركي، جدد إردوغان تمسكه بحل يقوم على دولتين في قبرص مخالفا كل القرارات الأممية.
أهلا بكم من جديد. لطالما شهدت الصين أمطارا موسمية في هذا الوقت من السنة، لكن أمطار هذا الموسم أغرقت مقاطعة كاملة وحولتها إلى بركة مفتوحة، ما يضع اللوم من جديد على ظاهرة التغير المناخي وكثرة بناء السدود التي تحبس مياه الأنهار وتحوله فيما بعد وحشا يدمر الأخضر واليابس بحسب علماء المناخ والبيئة. خبراء الأرصاد الجوية قالوا إن هطول الأمطار في المقاطعة هو الأشد منذ قرابة 1000 عام. الهروب من الماء إلى الماء، أمطار غزيرة من جهة وأنهار فاض منسوبها وطغت على اليابسة من كل الجهات هنا في مقاطعة خينان وسط الصين. بركة مفتوحة تعوم فوقها المدينة الغريقة التي يسكنها نحو 10 ملايين شخص، ومرة أخرى تتوجه أصابع الاتهام إلى التغير المناخي الذي أفضى لموجة فيضانات غير مسبوقة في أنحاء مختلفة من العالم. وحدها القوارب المطاطية تظهر على السطح وتؤدي المطلوب في التنقل ونقل العالقين. فرق الإغاثة في المناطق المنكوبة تحاول إجلاء نحو 200,000 شخص بعد أن تفجرت الأنهار وتغولت السيول على مساحات واسعة من المدينة. أنهار تحت الأرض في محطات الأنفاق التي جرفت مئات المسافرين وغمرتهم وقطارتهم بالمياه، وقتلت منهم العشرات مع موجات التدافع والذعر بعد أن خرجت الأمور عن السيطرة واقتحمت السيول القنوات الأرضية والسكك وحولتها أودية. عالقون في المكاتب والمنازل والمدارس، في مضطر الجيش الصيني إلى تفجير أحد السدود في المقاطعة الغريقة لتخفيف ضغط مياه الأنهار المندفعة وتحويل مسار الفيضانات، فيما يبقى الخوف الأكبر من انهيار سدود أخرى بسبب اندفاع المياه، وهو السبب نفسه الذي يقول علماء المناخ إن كثرة بناء السدود والخزانات المائية تجعل منها قنابل موقوتة. سمح سيد العربية. في ختام النشرة قراءة ثانية لعناوينها. رغم وقوع قتلى بينهم الأحوازيون يواصلون احتجاجاتهم والنظام يفشل بالإيقاع بين العرب والمختياريين. مئات القتلى والجرحى في صفوف الحوثيين والجيش اليمني يتخطى رحبة ويتقدم نحو الصدارة الاستراتيجية. نترات أمونيوم مرفأ بيروت خزنها حزب الله لصالح النظام السوري بحسب لوفيغارو. واشنطن تدين خطة تركيا التوسعية وتهدد بإحالة ملف فاروش القبرصية لمجلس الأمن. تابعوا قناة الحدث على منصات التواصل الاجتماعي وتفاعلوا معها، ويمكنكم زيارة الموقع الإلكتروني الحدث.net. انتهت الساعة الإخبارية، شكرا لكم وكل عام وأنتم بخير. إلى اللقاء.